مرحبا بكل من التحق بنا في برنامج اللاب ماتينال. قبل ما نختموا مع لي شيف نشوفوا سبوت الخاص بالبرودوي هيريكس، البرودوي اللي فيه شامبوان، فيه لوسيون وفيه كومبليمون اليمونتير. البرودوي هذا نعاود نذكر اللي هو مصنوع بتقنيات سويسريه امضاء لونفول فارما. اكثر معلومات نجم تدخلوا على الباج فيسبوك لونفول فارما والا تطلبوا 74 441 999. ونعاود نذكركم اللي هو برودوي تلقاوه كان في لي فارماسي، ما تلقاوش في لي بارا فارماسي. نشوفوا سبوت ونرجعوا نختموا مع لي شيف. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. نعطيو الكلمة للي شيف فاطمة. الختام باش يكون بكل برقدان وبكل بنة مع الشيف فتحية الشواشي لحضرتنا خبز البرقدان. الوغ انا اليوم خبز البرقدان قلت لكم طريقة سهلة برشا وبسيطة برشا، جوست مكوناتها سهلين اللي هما فيها عظم، فيها فرينة سبيسيال جاتو وردة، حطيت لها سكر بالزهر نتاع سمارت شيف، فيها خميرة خلطتها بشوية زيت ديو بلوس نجمة، تخليط بسيط فيها شوية حليب وفيها زيست نتاع البرقدان خلطهم مع الفرينة. هذوك لي تكنيك ترجعوا تشوفوا مع الباج نتاعنا كيفاش خلطتها. قعدت طابت في كوشة مدة 40 دقيقة، كوشة 170 خرجت، حملت لها السيغو نتاعها. اليوم كعبتين برقدان و50 غرام سكر، سقيتها نسقيها سخونة بسيرو برد، ديجا حطيت سيرو قبل ما نطيبها. من بعد دهنتها بالمعجون نتاع سيكام المشماش، يمشي معها بالقدا ويلمعها يعطيها لمعة بالقدا. زينتها بالسيغمو هذوما نتاع البرقدان، قصيتهم اون ترونش، وريتكم كيفاش تقصوا البرقدان اللي تزينوا به. هذه كانت خبزتنا نتاع اليوم اللي فريمون كل شتاء لازم نعملوها خبزة البرقدان. ان شاء الله تكون عجبتكم برك اليوم. نقول لكم ابعثونا اقتراحاتكم على الباج اوفيسيال الماتينال، ومرحبا بكم، مرحبا باقتراحاتكم. يعطيك صحة شيف فتحية. دونك هذايا بكل اجهاز الجاتو البنين اللي حضرناه اليوم. انا مشاهدينا حضرت زوز وصفات، لولا كانت الجاليت دو كريب اللي عملناها بالكريب من عند سمارت شيف، خذيت الكريب طيبته كيف ما قالوا لي سمارت شيف في وقت قياسي كان حاضر معاها. بعد ما طابوا برد كعبت الكريب حطيت في وسطهم فرماج، اخترت اليوم جودا وادام من عند مرياح. رابيتهم تنجموا هوني تعملوا الفرماج فومي ولا سيسيليان كيف ما تحبوا انتم. مرياح عندهم برشا انواع نتاع فرماج بنان برشا. في وسطها حطيت معاها تن البدر اللي بزيت الزيتون اخترته اليوم، تن البدر اللي طايب بطريقه تقليديه في الرند الجبلي ومرنخ في زيت الزيتونه اكسترا فيرج. انا ديما نستعمله في الوصفات اللي كيما هكا يعطيهم اكثر قيمه. ما ننسوش التوزويزه اللي جات من هريست سكام. لفيت كعبات الكريب وحطيتهم مع عظيمه، بيان سور في وسطهم عظيمه، حطيتهم يطيبوا في الكوشه وقدمناهم هكا، يلزم يبقاو دافيين في البلاتو نتاعهم المزيان اللي جانا من عند جويس. مع هذايا في بلاتو اخر كيفو من عند جويس حضرت اليوم السمان والا الكاي. شفنا كيفاش حمرته المره الاولى بعد ما فوحته شويه ملح فلفل اكحل وحطيت في قلبه شويه كليل، نجمو نزيدوا معاه سنه ثوم ويولي الكاي نتاعنا مفوح كيف ما يلزم. حطينا له زيت نجمه دويو بلوس وحطيت له ملح فلفل اكحل فوق منه فوحته معاه. هو حطيت كعبات بطاطا صغيرونات بعد ما صمتهم بالقدا طابوا مورهم رجله في القشره نتاعهم، وقتها سقطتهم هما مع كعبات الكاي وطابوا في الكوشه مده 30 دقيقه في درجه حراره 220، تحمروا كيف ما يلزم. فوق منهم زدت شويه كليل اخضر كي قدمتهم وكعبات توماس فريز في الدريج الاخراني نتاع الكويسون. هذه الوصفات اللي حبينا نتقاسموها معكم انا والشيف فتحية الشواشي اليوم. اللي يحب ياخذ اكثر تفاصيل على الطباق اللي فاتته يدخل على الباج نتاعنا على الماتينال، يكتب ماتينال بالفرنسيه ولا بالعربيه يلقى الوصفات بالتفاصيل نتاعهم. انا مشاهدينا زاده اللي يحب ياخذ اكثر معلومات على الاكاديمي دي شيف وانواع لي ديبلوم اللي تقدمهم يتواصل معنا من خلال الرقم 23 06 14 14 والا يجي على عين المكان 14 نهج الامام الرصاع مون بليزير تونس،
وين يلقى الأكاديمي دي شيف المدرسة المختصة في التكوين في الحلويات في المطبخ. دونك نقدموا دي ديبلوم نتاع اللي يقراو عامين وهما دي ديبلوم اومولوجي منظرين من طرف الدولة. كيف كيف نقدموا دي زاتيستاسيون دي فورماسيون يكونوا اكسيليري. نختاروا التيم بوشري والا باتيسري والا كويزين فينوازري بولانجي اللي تحبوا انتوما. دونك تلقاو انواع مختلفة نتاع لي ديبلوم اللي تقدمهم الأكاديمي دي شيف. أكثر معلومات زادة تلقاوها ديما تابعونا على الباج متاعنا على الفيسبوك وعلى الانستغرام، هكا تلقاو أكثر تفاصيل على المدرسة الخاصة متاعنا. من عندي نقول لكم بسلامة، غدوة موعد جديد على قناة 9 في برنامج الماتينال. أنا بصراحة يا أيوب يبعثون على باج الماتينال يقولون والله نحب نشوف الشيف أيوب، ويقولوا مشوا الإمام الرصاب تلقاه غادي كيف نحكي والله كيف نحكي معه. هذه بعت لك برشا كليونات حاسين يقولوا المدام لا لا المدام دي سيدة الصفقة كلهم ماهوش بيت اللي ماشيين للإمام الرصاب. ضحكتي ضحكتي صح هكا على كرمت لك الكرة صح. أنا تو نرمي الكرة روحي اللي نحب نعمل غوميرسيمون للسبونسور نتاعنا اللي هي بنات يوم الصحة، ونشكر لاختيس كوافيغي من بور لا ميزون بوتي واللي تلقاوها في لعبينا حي الواحات باج فيسبوك اي باج انستغرام. الارتيست كوافور يمن يعطي الصحة على لي بريستاسيون على لي سيرفيس الكل اللي يعمل فيهم هو وتوت ليكيب نتاعو. نشكر كيف كيف جايس اللي قاعدة تلبس فيه تلقاوها في 3 بوان فون تلقاوها في سكران نابل. ياسمين الحمامات تلبس نساء ورجال كبار وصغيرات سباب وتوتيكان دي زاكسسوار ايتاج كامل زاد كيف كيف مخصص على ذمتكم للديكوراسيون وللمعون نتاع ديالكم. باج فيسبوك جويس اي باج انستغرام جويس اوفيسيال لازمكم تدخلوا طول على خاطر برشا بروموات تشري قطعه الثانيه بلاش. مشكوره صافي. انا بدي نشكر سنتر دي سيتيك باك ستيج تلقاو في العوينه باج فيسبوك وانستغرام باك ستيج. نعاود نذكركم اللي هما ديما عندهم دي فورفي اللي تلقاوهم على الباج فيسبوك نتاعهم. نشكر زاد انزو شوز تلقاو في المنزه سابا بحذا سنتر كرام كل جمعتين عندهم كوليكسيون جديده. ونعاود نذكر المراه اللي ساقه كبيره 41 هذاك 44 راهو تلقى صبات اللي وتاها عند انزو شوز. باج فيسبوك نتاعهم انزو شوز، انستغرام انزو شوز اوفيسيال. ميرسي سي ان ديم زاد البوتيك اللي تلبس فيها تلقاوها في طريق سكره باج فيسبوك وانستغرام سي ان ديم سكرا. زاد نشكروا ياسير شنو تعملوا تعملوا ابليكاسيون تدخلوا تهبطوا ابليكاسيون اسمها ياسير، واذا كان عندك توصيله تحب تمشي لاي بلاصه راهم يبعثوا لك تخاجي قداش باش يكلفك شكون الشوفور اللي معاك راهو ان توت سيكوريتي. لا تقول لي كورونا لا تقول لي عبد ما نعرفوش، لا مع ياسير وكل شيء واضح. ونعاود نزيدكم اللي انتم كان تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعهم ياسير تونيزي تلقاو عندهم حتى دي برومو تلقى حتى 50% توصل لي برومو اللي عندهم. والناس اللي تحب تقضي وما تحبش تخرج دا يطلبوا ياسير. بالنسبه للماكله عندهم قام كبيره نتاع دي غاستورون اللي يتعاملوا معاهم يوصلوك من الماكله اللي بنينه حتى قدام الدار من 11 نتاع الصباح ل 11 نتاع الليل والا حتى القضيه العاديه نتاعنا. ميرسي ياسير. وما تنساوش توا توا تهبطوا لابليكاسيون ياسير. ميرسي ليكيب الاعداد زميلتنا هاله بن جمعه، وميرسي ليكيب تكنيك، ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله نهار اثنين بسلامه. وردة سرها المحبة. سيكام تقولها لك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحت ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصنعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان.
أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين. وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه. ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتو، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهار ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته مش نورمال. توينو الخبز؟ قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خديتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وليس نرجعوا فيه. مع سمارت شيف مسهلها البنة. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. سمحني أختي عندك إمين تتزنف لقوي مناعة. صف عيشك. صف صف سمحني. أما سير عندك إمين تتزنف لك ما هو لقوي المناعة وفيه الفيتامينات. هيا بي إمين تتزنف أختي ريتو هذا يقوي المناعة اللخ فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي صفا. إمين تتزنف نشاط وحيوية. إيميونيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي.